الفحم. صباح الفل عليكم الكل، ان شاء الله تفرحوا وتحققوا كل احلامكم وامنياتكم. من اليوم راهي تتغير احوال الابراج المائيه، وفي طليعه الحظوظ الكبيره نلقاو برج العقرب طاقه كبيره واخبار حصريه. ماهوش وحده، حتى مولود اليوم من برج الميزان راهو الشهر شهر، يا ربي زيدا يكون نهار الاحتفالات واللمه المزيانه. والبداية مع الحمل تتحدى برشا صعوبات، تودع زيدة هيك التقلبات العاطفية، انهار الحب الكبير والثور تنجح وتتخطى أزمة مالية. الفلوس كينة والحظ راهو يلعب دور كبير مهنيا الفترة هذه. الجوزي يتسهل رزق الشهر شهرك مع وجود الشمس في الميزان الصديق. وللتذكير أعياد ميلاد الميزان بداوا من نهار 23 سبتمبر ويتواصلوا حتى لنهار 23 أكتوبر. السرطان نهار اليوم يحكي على فرصة الربح، يحكي زيدا على إطلاقة مشروع كبير، وكلام هذا مش أنا نقول فيه لكن هذه هي توقعات الفلكية لجاكلين عقيقي. والموجات الإيجابية راهي ترافق زيدا إمبراطور السعادة. نحكي مع برج الأسد، راهو فما صفقة كبيرة، أرباح مالية، فلوس يا أسد من باب الله. إلى عذراء تكثر مواعيده المهنية الفترة هذه، مستقبل نجح كله أخبار سارة. والميزان هو راهو الإخلاص للحبيب، الوسيلة الوحيدة لإيجابية جيد السعادة. إلى عقرب راهو يحقق أحلامه العاطفية، كيف كيف زاد عنده الحب والراحة الكبيرة. كيف كيف زاد برج القوس علاقة جديدة تنسى بيها سلبيات العلاقة القديمة. هو راهو الفترة هذه العقرب القوس والحمل يعيشوا الحب الكبير. شهر الجمال والارتباط رح يكون في عندهم حظ كتير كبير بأي شيء بيعملوه، العلاقات بتتحسن، الشراكات بتكون بأفضل حال. من الأشهر المهمة والجيدة على كل الأصعدة بما يخص الارتباط والعلاقات. نتعدي ونحن للجدي نجاح وسعادة في طريقهم ليك، والمستقبل يوعدك كان بالخير وكان عدلوا. فما مغامرة حلوة تعيشها ليامات هذه، تنجز المطلوب وتحقق إنجاز عاطفي كبير. ونختموا مع الحوت، فما اتصال من العزيز على القلب الفترة هذه، كيف كيف زادت تحقق كافة أهدافك الشخصية.